ورد إلينا هذا السؤال: هل يجوز للأبي تقسيم ممتلكاته قسمة الميراث حال الحياة؟ أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد، أن الأب طالما على قيد الحياة يجوز له أن يفعل ما يشاء، يجوز له أن يتصرف في ماله كيفما شاء. لأن ناخد بالنا من حاجة مهمة: التركة لا تسمى تركة إلا بعد موت المورث. لما الإنسان يموت المال بتاعه ما بقاش مال، ده بقى تركة، بقى ميراث يقسم على جميع الورثة. طب ينفع أنا وأنا عايش عندي ولد وبنت وزوجة أقوم أدي الولد جزء وللبنت جزء وللزوجة جزء؟ نعم يجوز، ولا شيء في هذا. طب أدي للولد أدي البنت مرتين ولا أدي للولد زي البنت؟ اختلف الفقهاء، منهم من قال بأن الهبة تكون البنت فيها كالولد، ومنهم من قال بأن الهبة تكون كالميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب أنا بوزع التركة حال حياتي وقسمتها كأنها ميراث، خد يا ابني أنت شقة وانت يا ابني شقة والبنتين مع بعض في شقة والزوجة أعطتها كذا والمال وزعته على الأولاد وعلى البنات وعلى الزوجة وعدلت بين الجميع في الميراث واستقطعت جزء من المال لصالح عمل خيري أو مؤسسة خيرية أو صدقة جارية تعود علي بالنفع في قبري، هل علي في هذا شيء؟ ليس علي فيه شيء. طيب عندي ابني كان مغلبني والولد متعب والولد مثلا عاقلية، هل يجوز أمنعه من الميراث؟ لا يجوز. ليه؟ لأن عندنا قاعدة كده بتقول إيه: العقوق لا يمنع الحقوق، العقوق لا يمنع الحقوق. عندك ابن عاق ما ينفعش أن أنت تمنعه من الميراث، إنما يأخذ حقه. الحاجة الوحيدة اللي هي موانع الميراث القتل واختلاف الدين والردة. لو الولد قاتل لا يرث، ولد قتل أبوه ما يورثش منه، لو على غير دينه لا يرث منه، لو بعد ما مات الأب قبل توزيع التركة الولد ارتد عن الإسلام والعياذ بالله لا يرث. دي اسمها موانع الإرث أو موانع الميراث. فعليه نقول للسائل: يجوز للأبي أن يقسم ممتلكاته تقسيم الميراث حال حياته، ولكن بشرط العدل بين الأولاد. طب عندي ولد أخذ تعليم متوسط وبقية الأولاد تعليم عالي، عايز أميز الولد اللي خد تعليم متوسط، يجوز لك أن تميزه. أو الولد الكبير تعب معايا وربى معايا أخواته واشتغل معايا، عايز أميزه، يجوز أن تميزه. الأمور تبقى واضحة ويبقى في شفافية كاملة. إنما يورث واحد ويمنع الباقي من الميراث، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. وإن كان رأيي ونصيحتي لنفسي ولكم ولكل من ملكه الله مال: دع الملك للمالك وارحل من الدنيا نظيفا، ولا تجامل أحدا على حساب أحد، الملك لله الواحد القهار، وخلي الميراث يوزع بما يرضي الله، ده الأفضل. اطلع من الدنيا نظيف، ما تقولش ده ياخد كذا وده ياخد كذا، لما تموت يفرجها ربنا ويبقوا يتقاسموا في الميراث إن شاء الله، ويوارث من يورثك. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم السداد والصواب والرشاد، اللهم آمين.